الأمهات اللي بيكون عندهم خوف وقلق من صيام شهر رمضان هم الأمهات المرضعات، خصوصاً الجدد منهم، وبيكون تساؤلهم الرئيسي عن مدى تأثير الصيام على كمية أو نوعية حليبهم أو حتى على صحة الجنين. فقرتنا اليوم رح تقدم إجابات للأم المرضعة لحتى تقدر تصوم بدون ما يكون في عنا أي تأثير على صحتها أو صحة طفلها. السؤال الأول، ما هو عمر الطفل المناسب لصيام الأم المرضعة؟ الجواب، إذا كان عمر طفلك الرضيع أقل من 4 شهور فرح تحسي إنه من الصعوبة إنك تصومي، لأنه طفلك بيعتمد بشكل رئيسي وأساسي على حليبك وبيرضع من 8 ل 12 مرة، وهذا الشيء بيحتاج كتير من الدهون والسوائل. أما إذا كان طفلك أكبر من 4 شهور وبياخد حليب صناعي مساعد إضافة إلى تناول الطعام الصلب، فيمكن إنه تصومي بدون ما هالشي يأثر على صحة طفلك. السؤال الثاني، شو هي الطرق اللي ممكن تساعدني كأم مرضعة إني أقدر أصوم بشهر رمضان المبارك بدون ما يأثر الصيام على الرضاعة الطبيعية؟ الجواب، من أهم الطرق اللي لازم تتبعيها كأم مرضعة هي الإكثار من شرب السوائل مثل الشربات والعصائر والماء بين فترة الفطور والسحور، وتأكدي إنك عم تاخدي بين 8 إلى 12 كوب مي في هاي الفترة. احرصي على تناول المأكولات اللي بتعمل على زيادة الحليب وإدراره مثل اللبن الزبادي، التمر والفواكه المجففة. تناول وجبات خفيفة من الفواكه والخضروات بين الفطور والسحور، لأنها بتساعد على الحرق وبتزيد من إنتاج الحليب. تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية اللي لازم تاخدها الأم المرضعة، إضافة إلى أهمية تناول فيتامين دال للتعويض عن عدم تعرضك للشمس خلال هاي الفترة. حافظي على برودة جسمك وابتعدي عن الجو الحار مع استمرارك بالرضاعة الطبيعية. السؤال الثالث، ما هي الإشارات التي لا يجب أن أتجاهلها كأم مرضعة أثناء الصيام؟ الجواب، إذا حسيتي بوجع رأس، جفاف بشكل عام، دوخة وغثيان وإرهاق شديد، لازم تكسري الصيام وتراجعي الطبيب. السؤال الرابع، شو هي الإشارات اللي ممكن تعطيني دلالات إنه طفلي الرضيع عم بتأثر أثناء صيامي؟ الجواب، من العلامات اللي بتقولك إنه طفلك غير مكتفي بحليبك بسبب الصيام هي إذا قل وزن طفلك عن وزنه قبل شهر رمضان بشكل ملحوظ، إذا قل عدد الحفاضات المعتاد عليها عن قبل، إذا كان عم ببكي دايماً بعد الرضاعة الطبيعية. اتباع هاي النصائح ومراقبة التغيرات اللي ممكن تصير على طفلك الرضيع رح تساهم بشكل كبير في معرفة صحة قرارك في الصيام أثناء الرضاعة الطبيعية. شارك يا أمر، ومشت الحيل وكسر وينك يا أمر.